هذا وينضم معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة أيضا من القاهرة الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة. دكتور رامي، بداية نرحب بك. والآن دكتور، مع تكرار حادثتي التعرض للطائرتين المدنيتين اليوم، كيف تقرأ ذلك وما هي خطورة التعامل مع مثل هذه الحالات أو المواقف؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبكل أهل البحرين الشقيق. الحقيقه يا فندم، الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه النهارده له اسباب بترجع ليوم 21 ديسمبر الماضي. اللي حصل في يوم 21 ديسمبر ان كان مقاتله اماراتيه اخترقت المجال الجوي القطري لمده دقيقه واحده وانسحبت تاني. يليها قطر حست بتهديد من الامارات فراحت جريت على الامم المتحده ومجلس الامن، عملت بتحاول تصدر بيان ان تدين فيه الامارات ان هي اخترقت المجال الجوي وان تصرف الامارات بيهدد السلم والامن القطري. بالظبط زي حضرتك كده عندنا في مصر لما مواطن يروح اسم الشرطه ويعمل محضر بعدم التعرض في اسم الشرطه لشخص اخر. اسم الشرطه هنا هي منظمه الامم المتحده ومجلس الامن، وقطر عملت الموضوع ده عشان تقيد الامارات من اي تحرك يهدد سلمها وامنها، وبالتالي تقييد الامارات بيتتبع لتقييد كل من البحرين والسعوديه ومصر. نعم. نيجي للدي النقطه الاولى، النقطه الثانيه، اعتراض قطر النهارده على الطيران المدني ده بمثابه رد لنفس الموقف اللي حصل في يوم 21 ديسمبر الماضي، بس اضافه لي ان قطر عرفت تأيد الامارات يمكن في الامم المتحده لما قالت ان المقاتلات الاماراتيه اعترض اخترقت المجال الجوي، فهي النهارده بتبعث بانذار شديد اللهجه للامارات ان انا يا امارات هقف اتصدى لاي تدخل منك او اي اختراق منك. نعم. او اي تعدي على السياده القطريه. طيب. فده بيستتبع ان لازم يبقى في رد فعل مش بس على مستوى الامارات انما على مستوى الاربع دول المتحفه. الان في سياق ما ذكرته دكتور، الاختراق حصل وتم اعتراض طائرتين اليوم مدنيتين، الآن ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذ في مثل هذه الظروف أو مثل هذه المواقف التي تحصل؟ بص يا فندم، في تحرك هيبقى على مستويين، المستوى القانوني تمام والمستوى الدبلوماسي. المستوى القانوني في عندنا اتفاقيات دولية في الأمم المتحدة زي اتفاقيات اللي اتعملت منذ قضية لوكيردي تمام واتفاقية مونتريال. الاتفاقية دي بتنص على ضرورة حفظ وسلامة الطيران المدني أثناء تحريكه في المجال الجوي لأي دولة من الدول، مرة بأي دولة من الدول، ومش من حق أي دولة إن هي تعترض الطيران المدني لأن ده بيعتبر بمثابة اعتداء على الدولة ذاتها. يعني اللي عملته قطر للطيران المدني الإماراتي يعتبر اعتداء مباشر قطري على دولة الإمارات، ومن ثم من حق الإمارات، وده بقى اللي كان على المستوى الدبلوماسي، من حق الإمارات طبقا ليه اتفاقية الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة رقم 42 إن هي تاخد أو تمارس حق الدفاع الشرعي عن النفس من خلال ثلاث طرق. ثلاث طرق دول أقرهم مجلس الأمن، إما إن هي ترد العدوان بالعدوان أو إن هي تحاصر دولة قطر من خلال الثلاث دول المتحالفة معاهم في إطار إن دولة قطر دولة راعية للإرهاب بتهدد السلم والأمن الدولي. نعم. وبالتالي ده عشان اوضح لحضرتك وللساده المستمعين، وبالتالي الامر في الفتره القادمه يستوجب التصعيد الاماراتي والعربي ضد دوله قطر، لان اللي عملته قطر النهارده مع الامارات ممكن تعمله بكره مع البحرين، ممكن تعمله بكره معانا احنا كمصريين. نعم. فبالتالي لازم تصعيد، وتصعيد على مستوى القانون يخدم عليه تصعيد على المستوى الدبلوماسي. نعم. من خلال الاتفاقيات الدوليه ومن خلال التنسيب بين الدول الاربعه. نعم. من القاهره الدكتور رامي عاشور، استاذ العلاقات الدوليه والامن القومي بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لك.